تاريخية عن محافظة ميسان. ماذا تعد محافظة ميسان؟ تعد إحدى المدن التاريخية، حكمها 23 ملكا استمر حكمهم من القرن الثاني والأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي. من القائد الذي قام بفتحها في العصر الإسلامي؟ في العصر الإسلامي فتحها القائد عتبة بن غزوان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وولي عليها النعمان بن عدي. من هو عتبة بن غزوان؟ هو قائد في العصر الإسلامي قام بفتح محافظة ميسان في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وولي عليها النعمان بن عدي. ماذا أصبحت ميسان في العهد الأموي؟ أصبحت مركزا لسك العملة القديمة. من الذي أمر ببناء محافظة ميسان؟ بناها الوالي العثماني محمد باشا عام 1861 ميلادية، عندما أراد أن يختار لحملته العسكرية مقرا، فلم تقع عينيه على أفضل من هذا المكان الواقع بين نهر دجلة والكحلاء، نهري دجلة والكحلاء، فنزل الجيش في هذه المنطقة التي أطلق عليها اسم الأوردي، وهي الأوردي تعريف وهي لفظة تركية تطلق على معسكر الجيش. سميت في العصر الحديث بلواء العمارة أيام الحكم العثماني، وسميت بمحافظة ميسان في عام 1970. ما هي أهم الآثار الشاخصة في المدينة؟ المسجد الكبير ومنارته ومحلة القادرية. محلة القادرية وهي أول محلة أنشئت في هذه المدينة بعد سوق الباشا. تجاور محافظة ميسان إحدى الدول المجاورة للعراق إلا وهي دولة إيران. في نهاية درسنا حفظ كل ما جاء من أسئلة ومعلومات تخص الموضوع المحافظة، ورسم خريطة رقم 19 التي تمثل الموقع الجغرافي لمحافظة ميسان. شكرا للمتابعة.